معنا السي محمد بوفوس مدرب أدرار تشيرا لكرة القدم داخل القاعة. أهلا بك السي محمد، اليوم جريت مقابلة ضد فريق أولمبيك الزاوية مساء وانتصرتوا فيها بحصة عارضة. فريق ديالكم كيبان بأنه استرجع المستوى ديالو اللي كان عنده في السنة ما قبل الماضية، ربما في السنة الماضية كان شوية ديال التدهور ديال المستوى ديال الفريق، أو لا نقدر نقول بأن المستوى ديالو نقص. هاد السنة هذيك كيبان بأنه مستوى ديال الفريق ارتفع، لاعبين شبان بتقنيات يعني عالية كما شاهد الجمهور اليوم. اش ممكن تقول الناس سي محمد بوفوس، انتم اللي جاورتوا هذا الفريق منذ سنوات؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر المنبر الرياضي على المناسبه. فيما يخص التشكيله يعني في الفريق مر في ظروف صراحة صعيبة اللي خلات انه الفريق العام اللي فات انه يطيح القسم الرابع، وهذا يعني بانه راه القيمة ديال الفريق نقصت. هذا بعد المشاكل اللي مر منها الفريق هي اللي خلات انه هي اللي ادت ان الفريق يطيح القسم الرابع. وهذا العام ان شاء الله ارتئينا اننا نقحموا لاعبين شبان في الفريق اللي عندهم مهارات فنية. فيما يخص المقابله ديال اليوم، المقابله كانت يعني اولمبيك الزاويه مساء كان فريق في المستوى، ولكن الفريق ديالنا كان افضل فيما يخص المقابله. وهذا يعني بانه الفريق ديالنا يعني فريق كما قلت انه فريق تكون لاعبين شبان باقي صغار، يعني عندهم باقي مستقبل فيما يخص هذه اللعبه. وما يخفانيش انه نهضروا في واحد المساله، انه على العموم الفريق ديال الادرار هذا العام ان شاء الله غيقول الكلمه ديالو، وهذا العام ان شاء الله كيلعب على الصعود القسم الثالث، لان صراحه هناك منافسين اقوياء، ولكن حنا غادي في السباق كنجيرو مقابله بمقابله، وغنحاولوا ان شاء الله باش نضافروا الجهود باش وان شاء الله الصعود هذا الموسم. السي محمد بوفوس، الجميع كيلاحظ حنا كذلك كنلاحظوا بان كره القدم داخل القاعه يعني ولات عندها واحد المكانه في الرياضه على الصعيد الوطني وعلى صعيد يعني جهه سوس، فرق يعني عديده لاعبين يعني كثر ولاو كيمارسوا هذه الرياضه، كذلك الجمهور ولينا كنشوفوا الجمهور كيحضر مباريات كره القدم داخل القاعه يعني بكثره. السي محمد بوفوس، انتم ك يعني اطار يعني كيزاول بهذه الرياضه هذه في اطار التدريب وكذلك ربما الممارسه من قبل، اش ممكن تقول لنا على المستوى اللي وصلته كره القدم داخل القاعه في سوس؟ صراحه المستوى ديال كره القدم داخل القاعه في تحسن، يعني الى لاحظنا انه هذه مده 4 سنوات او 5 سنوات ما كانش واحد الاهتمام من طرف العصبه، ولكن الان كنشوفوا انه هناك اهتمام كبير سواء من الجامعه سواء من العصبه، اللي كيخلي انه هذه اللعبه تكون عندها واحد الشعبيه. ومازال كذلك الجمهور اللي كيحضر المقابلات سواء المقابله ديال البريمير ديفيزيون او المقابله ديال الدوزيام ديفيزيون او حتى القسم بالنسبه للفروق ديال العصبه، هذا يبشر بالخير بانه كره القدم داخل القاعه في تحسن، وستكون كلمتها في المستقبل ان شاء الله. السي محمد بوفوس، كنشكروك على هذا اللقاء وهذا قبول الدعوه ديالكم لاجراء الحوار مع موقع المنبر الرياضي، وكنخليو لك كلمه اخيره يعني انت توجه فيها رسائل مختلف الرسائل لمختلف الجهات اللي كتشوفوها يعني انها ضروريه. في الحقيقه اود ان اشكر اللاعبين الذين ساهموا في سواء اللاعبين المعطوبين، لان هناك لاعبين معطوبين يعني اصابه، اتمنى لهم الشفاء، اسماعيل بلمود، رضا مقنيوي، زكريا، يعني لاعبين كثر الاصابه اللي منعتهم انهم ما يحضروش هذه المقابله، كنتمنى لهم الشفاء العاجل من هذا المنبر. وفيما يخص باش ما ننساو كلمه في حق الرئيس ديال الادرار اللي كي صراحه اللي كيضحي لان ماشي من السهل انك باش تكون مدرسه ديال لعبه كره القدم داخل القاعه في سوس، لان اول فريق كي يعني كيدير هذا المشروع ديال كره القدم
ديال كرة القدم داخل القاعة. وكنشكر جميع اللاعبين وكنشكر جميع الزملاء ديالي، جميع الأصدقاء، جميع سواء من قريب ومن بعيد، وشكرا لكم أنتم كذلك. والآن معنا رشيد هبون رئيس الجمعية الرياضية أولمبيك الزاوية مس لكرة القدم داخل القاعة. أهلا بك سي رشيد. مرحبا أخي، شكرا. اليوم عندكم مباراة ضد فريق قوي ديال أدرارسوس، وفي المقابل كنلاحظوا بأن فريق ديالكم فريق اللي دخل بتشكيلة جديدة، يعني شبان صغار اللي كيدخلوا لأول مرة، والجميع كيلاحظ غياب اللاعبين يعني اللي كانوا خاضوا المباريات السابقة. اش ممكن تقول على هذا التغيير هذا اللي وقع في الفريق؟ في البداية تحية رياضية للجميع، ويحسن لي الشرف يعني باش نعطي الناس يعني من الأسباب اللي جعلت هذه المقابلة باش الفريق ديالي ينهزم فيه بحصة 7 أهداف مقابل هدف واحد. هذا من أسباب يعني كما قلت يعني تغيير تقريبا 95% ديال التشكيلة كباقي المقابلات اللي بدينا بها الموسم الحالي. هذا دليل على أنه فريق يعتمد على سياسة أخرى، ويعتمد على إشراك ما يمكن إشراكه من اللاعب المحلي لمسي. يعني احنا حضينا واحد تجربة السنة الفارطة وما بغيناهاش هاد السنة الحالية باش نعودها، نظرا يعني لطموحات الشاب لمسي. يعني ما بغينا شيء باش نبقاو نختصروا على واحد المجموعة ضئيلة جدا. احنا كهدف رئيسي ديالنا في الجمعية، وهذا الشيء دابا غنتحمل فيه المسؤولية، انه احنا بغينا نسعوا الشبكة ديال اللاعبين. سي رشيد، اكيد ان الجميع كيلاحظ بانكم كتعتمدوا على لاعبين شباب. الجمعية الرياضية أولمبيك الزاوية مسا المباريات ديالها كتخدهم في مدن أخرى، اش ممكن واش هذا المشكل هذا ما كيشكلش لكم عائق؟ وكيفاش غادي وكذلك بالنسبة للموارد المادية ديالكم، واش كتسمح لكم أنكم تنقلوا في جميع المباريات خارج مسا الخوض هذه المباريات؟ واش كتنتظروا شي حل من السلطات أو من المسؤولين المحليين بالجهه ديال مسا؟ صحيح هذا عائق سلبي يؤثر على مردوديه الفريق. يعني كما هو معلوم، كما هو يعني واضح وضوح الشمس، انه مسا بزخاتها وبمستواها يعني الرياضي لا تملك قاعه. وأكيد أنه الفريق اللي يبغى يمشي بعيد في هذه اللعبة المحبوبة ضروري أقل حاجة 3 حصص تدريبية داخل القاعة معينة. وحنا دابا في مسا يعني ما كان شي مباراة استقبلناها داخل ديار المسيا. جل المقابلات يعني 100% ديال المقابلات كان استقبلوا في تيزنيت. وبهذه المناسبة كنشكر رئيس البلدية ديال تيزنيت والناس اللي تعاونوا معنا، وكذلك كان وجهت وكان وجه واحد الرسالة للمسؤولين ديالنا في مسا يعني باش يفكروا في هذا المشروع اللي غادي يعطي الكثير للرياضة المسية. ومن هنا إلى كانت القاعة إن شاء الله، وكنتمنى إن شاء الله إلى قبل ربي تبارك وتعالى على هذا الدعاء باش يخرجوا لنا فرق أخرى، تخرج لنا مثلا كرة السلة، تخرج لنا مثلا كرة اليد وباقي الرياضات الجماعية والرياضة الفردية. سي رشيد هبون، انتم معروفين يعني بالنشاط ديالكم الكبير في الرياضه ديال كره القدم داخل القاعه، كيفاش كتشوفوا المستوى ديالها في الجهه، وكيفاش كتشوفوا كذلك حتى الفرق اللي كتنافسوها من حيث المستوى مقارنه مع الفريق المسي؟ انا كيبان لي تقريبا يعني كاين نفس المستوى، يعني نفس المستوى، وفقط يعني كاينه شي حاجه يعني لا تكنيك دو جو، كاين يعني تدريب منظمه، وتقريبا اللاعب الا التزم معك في التدريب والتزم معك بالحضور ديالو في جميع يعني الانشطه ديالك الداخليه والخارجيه، ربما ان شاء الله الفريق سيقول كلمته مستقبلا. ومن هذا المنبر يعني كنحيي اللاعبين ديالي، وكنحيي الجمعيه كل واحد السميه ديالو، وكنحيي كذلك الناس اللي كيتعاونوا معنا،
كما قلت سابقا انه الجانب المادي كذلك يشكل عائق، لانه كما هو معلوم وكما هو معروف في كره القدم انه راه الا ما كاينه الماده راه ما عمرك غادي تحقق الهدف اللي كتنتظر.